حياكم الله مشاهدي ومستمعي المدى، أنا حامد السيد وحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم ناس وحكومة. بداية الكلام من محافظة البصرة. البصرة اللي تغذي العراق بالموارد المالية وأيضا الموارد الاقتصادية على اعتبار بها نفط، وهذا النفط نبيعه للعالم، وبعد ما نبيعه يغذينا هذا النفط برواتب للدولة. طبعا تبدأ الرواتب من أعلى سلطة في العراق، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء أيضا والمستشارين ومجلس النواب والعاملين في الهيئات المستقلة، رؤساء الهيئات المستقلة وأيضا المدراء العامين والوكلاء. بالنهاية يعني نقدر نقول 50% 60%، هسه ما عندي رقم دقيق، تعتمد الرواتب يعني على واردات النفط. هسه هاي واردات النفط منين تروح؟ تروح من محافظة البصرة أكيد، يعني هي النسبة الأكبر والمحافظة الأولى في العراق المصدرة للنفط، والمحافظة اللي دائما تصدر النفط في العراق. يعني مع الأسف الشديد دائما تتحول إلى منطقة منكوبة، ويتحول النفط فيها إلى لعنة. ما أعرف هذا قدر محافظة البصرة، قدر أهل البصرة. هسه لا ماي حلو يشربون، اللسان الملحي ممتد على مدار شط العرب وأنهى الحياة في شط العرب. الكائنات الحية والحياة الزراعية انتهت في المحافظة تماما، وأيضا المنافذ الحدودية غير مستفيدين منها، محطمة المنافذ الحدودية. والمحافظة بشكل عام بشكل شبه مطلق ما بيها ملامح مدينة، ما بيها ملامح أنه بيها ناس يستحقون الحياة، وأيضا هؤلاء الناس يستحقون هذه الثروة الموجودة في باطن أرض المحافظة. هذا النفط المصدر من المحافظة واللي ما يتوقف، باستمرار يتدفق هذا النفط من محافظة البصرة إلى بلدان العالم، إلى المحافظات الأخرى، والمحافظة اللي أصبحت عاصمة للمحافظات الجنوبية، مستقطبة للعاملين من الجنوب بشكل كبير جدا، بشكل ضخم، حتى في بعض الأحيان يتحول الأمر إلى نزاع. هسه ما نريد نتحدث عن نزاع أهلي، لكن أحيانا ابن المحافظة البصراوي، هذا كلامه مو مناطقي عذرا، بس مضطر أن نتحدث بهذا الموضوع على مود نحدد المفاهيم، شو اللي دا يحصل في المحافظة. يشعر بالحيف ابن البصرة، يشعر بالحيف من أنه حتى المرشحين في مجلس النواب يأتون من محافظات أخرى مو من داخل محافظة البصرة. يشعر ابن البصرة أنه مهمش، محطم في تلك الفترة وفي هذه الفترة. تلك الفترة أعني بها فترة النظام المستبد، النظام الدكتاتوري اللي إحنا ندخل في شهر التحرير، الشهر الرابع نيسان اللي شهد تحرير العراق من هذا الاستبداد وهذا الظلم وهذه الدكتاتورية. وفي زمن الحرية احنا ما قدرنا نصنع ثروتنا ونحافظ عليها ونقسمها بشكل متساوي على المواطنين. هسه احنا ما راح نجي للمواطنين وكل مواطن نطرق بابه وننطي فلوس ونقول له هاي حصتك من النفط. الامر صعب، يعني مو هين. القضية جدا بسيطة، عندنا دوائر في الدولة وعندنا مؤسسات معنية برعاية المواطنين، ترعى الشباب، ترعى الشيوخ، وأيضا ترعى الكفاءات وتنمي الابتكارات. هذه كلها ما يحتاج لها غير عقل مدبر، عقل حصيف متعقل، يقعد على طاولة ويجيب الخبراء ويجلس معهم ويقول لهم هذه المحافظة الغنية بالثروة النفطية، بالثروة المعدنية، بالثروة الاستخراجية، خلونا نفكر على صيغة لاستثمار هذه الثروات. أتحدى واحد من المحافظة سواها، وأنا مسؤول عن هذا الكلام، ما يسووها، ما يقعدون كيف يستثمرون موارد المحافظة للمحافظة، ما يقعدون ويستثمرون على الأقل يناقشون قضية استثمار النهر في المحافظة، الزرع في المحافظة. هسه لحد ذاك اليوم بوقت قريب جدا، يعني أنا دخلت في البيت تفاجأت أنه إحنا عندنا طماطة زبيرية جاية، لأن هذا موسمها داخل وجاية تباع بالأسواق. طماطة شون حلوة ومرتبة، كل العافية بيها، ومن تقلت عبالك مو طماطة، عبالك شيش كباب. اي نعم، هذه طماطة البصرة، هذه طماطة الزبير، وباقي التمور والأصناف والأجناس الأخرى للنباتات، هذه كلها حاضرة في حياتنا كبشر كمواطنين عراقيين. وين أثرها في حياتنا؟ ماكو لها أي أثر بالنهاية. ليش ما لها أي أثر؟ بسبب غياب إرادة المخطط.
ما عندنا ناس تخطط من أجل الإعمار، من أجل البناء. مع الأسف الشديد انتهينا بالمناكفات السياسية، شغلنا حياتنا بالمناكفات المذهبية والطائفية، وجرتنا حرب واخذتنا حرب بالنهاية، ورجعنا من حرب. وأيضا بعد التحرير وبعد الاستبداد والظلم اللي زال من حياتنا، أيضا لا زال الحرب يلاحقنا كمواطنين عراقيين. ما نفكر بغير ثقافة حمل السلاح وكيف نسخر هذا السلاح لحماية أحزاب وسياسيين وجماعات مذهبية وجماعات طائفية، ونترك حياتنا تصل إلى حافة الانهيار. وهذا ما ينبئ به الخبراء الاقتصاديين. ما أريد أرعبكم ولا أريد أدخلكم في مرحلة الذعر والهستيريا، لكن أنه إحنا مقبلين على أشهر عجاف. هذه الأشهر العجاف شلون راح تكون؟ راح تكون من خلال خواء شبه تام لخزينة الدولة. شلون الدولة توفر رواتب للموظفين؟ ما أعرف. خلونا نترجم المشاهد اللي شاهدتها بالصورة اللي بجانبي مشاهدين ومستمعين. هذه الصور تأتيكم من محافظة البصرة، البصرة النفطية، البصرة اللي هي يسموها البصرة الفيحاء، مع يعني هذا الاسم الكبير المرتبط بحضارات وأمم وقيم وبتنوع حضاري هائل وثقافات متنوعة ومتعددة وأجناس مختلفة من البشر. البصرة الحاضنة للتنوع الديني والتنوع العرقي والإثني، بالنهاية تجد بيها المسيحي والصابئي، وتجد بيها المسلم، وتجد بيها الشيعي والسني، وتجد بيها الأبيض، وتجد بيها الأسود، وتجد بيها العلماني، وتجد بيها الإسلامي، وتجد بيها الشاعر، وتجد بيها حتى الملة. بالنهاية هذه المحافظة الهادئة اللي تنوعها الخلاق يعطيها وصفة أنها المحافظة المهمة في خارطة العراق. مو هينا محافظة البصرة، من نتحدث عن البصرة ونغني للبصرة، البصرة فعلا تستحق من يمنا الكثير، تستحق من يمنا أن نجعلها عاصمة للثقافة، ونجعلها عاصمة للاقتصاد، ونجعلها عاصمة للتنوع الإنساني. هذا حالها النفايات منتشرة بها بشكل مقزز ومزعج. هذه الدرابين مغلقة بالنفايات وتكدس النفايات. ليش؟ لأن فلوس ما يكون نطل الشركة الكويتية على مودة تنظف شوارع البصرة. خلونا نتابع التقرير اللي أعد زميلنا محمد الجابري من محافظة البصرة حول تكدس النفايات وتعامل شركة النظافة الكويتية مع الأمر الواقع، كيف تعاملت؟ تفضل أبو البقر. هكذا تزينت البصرة بالنفايات بعد أن توقفت إحدى شركات التنظيف عن العمل، ليتحول الحال إلى أزمة بيئية خطيرة أثرت على مختلف المناطق، ليستاء المواطن البصري من عدم التفات الحكومة المحلية إلى هذه الكارثة. يعني منطقة تلوث الأمر، بق الذبان لصاقة، يعني ما تصير هاي السالفة. الناشد حكومة، الناشد العبادي، المحافظ، يشوف لنا حل. هل ملينا يا أخي؟ والله الزبالة ما كنا يومين، بس يومين ما جاء عليهم صارت تلج كبرى، وشارع سايد واحد انسد، هاي ازدحام وزبالة، وفوق كلها اللي يعبر يشمر الأشجار هالكبرى يحرقنا يا حرق. الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي بيّنت أن هناك أسباباً كثير أدت إلى تراكم النفايات في مختلف المناطق، الأمر الذي جعل دوائر الدولة الخدمية تشارك في أعمال التنظيف. مجلس المحافظة يقول هذا مو اختصاصي، أنا أنت المحافظة تعاقدت لمدة 3 سنوات وبمبلغ مقطوع على الموازنة التشغيلية، فأنت من يمك تقدر تواصل عملك وإحنا نعطيك النتيجة النهائية من ناحية التقييم. تشكيل خلية أزمة لرفع النفايات المتراكمة نتيجة عزوف الشركة الكويتية لمدة 4 أيام متتالية. قد اشترك بالجهد بلدية البصرة ودوائر البلديات كافة. فيما يرى البعض أن هناك أكثر من جهة سياسية في المحافظة تقف مع الشركة والطرف الآخر ضد الشركة، وهذا الأمر يوضح الصراع السياسي في داخل الحكومة المحلية. كمراقبين نرى الكثير يقول أن الشركة الكويتية لا تستحق أن تكون أو تعمل في محافظة البصرة، بينما رأي آخر الذي يحسب على الأشخاص المتعاقدين مع الشركة يقول لا، الموضوع مختلف والشركة عملها جيد وأدت بشكل جيد. من البصرة محمد الجابري.
المدى. يعني بالنهاية هذا وضع المحافظة، الوضع المحلي في محافظة البصرة، تكدس النفايات، وهذا التكدس ناتج 4 أيام شركة الكويتية ما عملت وعلقت عملها 4 أيام فقط. هذا المشهد تحول إلى البصرة، شفتوا التلال مات النفايات كيف تكدست في الشوارع وغلق الطرق في المحافظة. وفي بيروت المشهد كان مختلف، الأهالي استخدموا النفايات وانتشارها وتكدسها، طبعا هم السياسيين استخدموا النفايات وسيلة لضرب مصالح أطراف سياسية أخرى في المشهد اللبناني، لكن المواطنين هنا كانوا أصحاب مبادرة هناك في بيروت. شلون كانوا أصحاب مبادرة؟ طلعوا في احتجاجات في النهاية وخرجوا بشكل جماعي إلى الشوارع تحت مبادرة طلعت تحتكم، تذكروها تابعتوها من خلال المحطات العالمية أو العربية، وكان المشهد واضح في بيروت، أدى إلى إصلاحات عاجلة حتى حكومية متعلقة مو فقط برفع النفايات، متعلقة أيضا بتوزيع المناصب السياسية وفق ما يراقبه المواطن وفق ما تحتاجه رغبة ذاك المواطن. احنا جاي نحاول مشاهدين ومستمعين أن نجري اتصال بالسيد جواد عبد العباس رئيس لجنة الخدمات في محافظة بصرة، لكن إشارة الزملاء في غرفة الإخراج والكنترول يقولون السيد جواد عبد العباس مشغول بفاتحة بالنهاية، قاعد مجلس عزاء، فكان يفترض السيد جواد عبد العباس أن يلتزم بالتوقيتات المحددة اللي اتفقنا عليها قبل البرنامج وقبل أن ندخل. سيد جواد حصلنا؟ سيد جواد تسمعنا عيني؟ ما قاعد أسمع الصوت، ما قاعد أنت الآن على الهواء مباشرة سيد جواد؟ نعم. أنت الآن على الهواء مباشرة السيد جواد عبد العباس رئيس لجنة الخدمات في محافظة البصرة، تسمعني؟ حياكم الله. انا حامد السيد الان على الهواء، اقدم لك التحيه، مقدم ومعد البرنامج، واحنا نعتذر لك انه خاف حقيقه اربكنا جدولك فيما يتعلق بزيارتك لاحدى المجالس العزاء في المحافظه، لكن عندنا سؤالين محددين. اولا، الشركه الكويتيه عاودت نشاطها في رفع النفايات، استأنفت عملها، وليش علقت وظيفتها في رفع النفايات؟ إن شاء الله بخدمتكم. تفضل، أنت على الهواء، نسمعك الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أعتذر عن انقطاع الصوت بالدرجة الأولى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعاً الشركة الكويتية توقفت عن العمل لأنه لم تستلم مستحقاتها المالية للأشهر الواحد والثاني والثالث من هذه السنة، وباعتبار أنه كل سنة يجب أن تجدد السنة الثانية السنة اللاحقة، لأن خلص السنة انتهى العقد للسنة الأولى، فلازم يجدد العقد للسنة الثانية. توقف عمل الشركة الكويتية على هذا الأساس. فبعد يعني مخاطبات المحافظة ومجلس المحافظة كان هناك أكو خلاف رأي، إنه المحافظة يقول إحنا نحتاج تصويت مجلس المحافظة لعودة الشركة إلى يعني تجديد العقد مع الشركة. المجلس المحافظة يقول هذا مو من اختصاصي، اعتبر انه يقيم عمل الشركة حتى يعطيها موافقة للتجديد، لذلك اضطرت الشركة انه تترك العمل ليومين او 3 أيام. لكن للأسف ترك الشركة لهذه 3 أيام أثر سلبا على واقع البصرة الخدمي، بحيث انه انتشرت النفايات والأنقاض في كل أرجاء مركز المحافظة، مما اضطرنا للاستعجال في قضية عقد جلسة سريعة في ديوان المحافظة. نعم. بإمرته وبرئاسة السيد محافظ البصرة، وطرحنا له المشكلة يتمخر من ترك العمل فلوسة؟ من مشاكل لا سامح الله، من فوضى، من وضع خطر سواء بي أو أمني. يعني فلوس أخذت الشركة، حصلت مستحقاتها المالية، تستأنف العمل لمدة 14 يوم لحين اللجنة تعطي رأيها بقضية تجديد العقد أم عدم تجديده. شكلت اللجنة بأمر السيد المحافظ، وكانت بإمرته وبرئاسة السيد معاون المحافظ شؤون الأقمية والنواحي، وبعضوية مدير بلدية وقانونية المحافظة وقانونية مجلس المحافظة، وبإشراف 3 أعضاء من مجلس المحافظة اللي هم رئيس لجنة الخدمات، رئيس المجالس المحلية، ورئيس اللجنة القانونية. أنا فقط عندي سؤال بسيط. أعتقد اللجنة المشكلة
تطرئيها بقضية أن الشركة تستحق أن يجدد العقد معها أم ما يتجدد. طيب حد الآن واضح الكلام سيد أستاذ جواد؟ استاذ جواد تمشي الامور كما هي حاليا باعتبار الشركه بدات تشتغل ونظفت هذه التراكمات. استاذ جواد هاي الثلاث ايام اللي مرت الحمد لله اليوم الوضع البصره بدا يعني نحو الافضل وضع طيب. جيد وخلال هذا الاسبوع راح تطل لجنه رئيها من المحافظ والمحافظ هو بعد باعتبار هو صاحب العقد مع الشركه. واضح استاذ جواد يعني هي الاجابه سوضحت وانت حاولت حاولت ان تعرض الى شركه اخرى او تعاد ما تبقى من الاموال البلديه حق البلديه. طيب هي تاخذ دورها في عمليه التنظيف البلديه. واضح استاذ جواد احنا وقتنا بعد احنا وقت بدايه الكلام حقيقه راح ينتهي. هاي الفقره الثابته في كل حلقه من الحلقات راح تنتهي لكن اتمنى ان تجاوبني باجابه مباشره على السؤال المباشر التالي. في حال نعم. قررت مجلس المحافظة عدم التعاطي مع الشركة الكويتية أو الشركة الكويتية علقت عملها، غيرك وبدائل، عندنا كابسات للنفايات تمتلكها المحافظة، عندنا جهد آلي جهد بشري مخلينا تحت تصرف المحافظة، في أي حالة طارئة المفروض يستنفر هذا الجهد للمحافظة وينقذها من النفايات؟ موجود هيك إمكانيات؟ هو طبعا ما توجد هيك إمكانيات لأن آليات البلدية استغلت للشركة أغلبيتها تأجرت عن الشركة وفصار شغل للبلدية هو كري لأنهار إضافة إلى الترقيع والإكساء الشوارع المتبقية يعني ما بقى اتجهت في بلدية البصرة حتى بإمكان يواصل العمل هذا باب. نعم. باب الآخر مجلس المحافظة ما راح يبقى في قضية أنه تجدد العقد أو ما يتجدد راح يكون الاعتماد على المشكلة اللي هي شكل المحافظة من المحافظة والمحافظة فبالنتيجة ماكو امكانيه اليوم في محافظه البصره موجود اليات او كوادر يقدرون ياخذون دور الشركه. نعم. حتى تكون البصره ابو وضعها او واضح مثل ما تغيرت من الايام الماضيه. وضحت الصوره في البصره جميله. وضحت الصوره السيد جواد عبد العباس الاماره رئيس لجنه الخدمات في مجلس محافظه البصره كنت معي عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك على كرم الاتصال. بعد الفاصل مشاهدي مستمعي المدى سنفتح ملف ناس وحكومة لهذا اليوم لمتابعة حكومة الظرف المغلق التي بدأت تنتظر التسويات والجدل حول التغيير الوزاري لا زال قائم بالنهاية. البعض يريد التكنوقراط أن يكون من داخل البيت السياسي ولا يوجد إلى الآن حقيقة إرادة واضحة من الكتل السياسية بأن تمرر كابينة الظرف المغلق التي ظهرت بيد السيد العبادي في مجلس النواب الأخيرة في يوم الخميس 31 آذار المنصرم والخلاف بدأ يتصاعد بين هذه الكتل السياسية وتحول إلى صراع إرادات وهناك مواقف مستحدثة وهناك جدل قائم وهذا الجدل كله متعلق حول تحديد وجهة الإصلاح ومعنى التكنوقراط والسيد العبادي هل دخل فعلا في ورطة حقيقية الآن مع الأطراف السياسية بعدما كان هو يطالب الأطراف السياسية بأن تقدم له المعونة في اختيار كابينة الوزارية ما دخل السفارة الأمريكية والسفارة الإيرانية على خط المفاوضات والحراك السياسي في العراق ستتشكل حكومة الكفاءات ستكون حكومة مستقلة ما مدى قانونية هذا التغيير الوزاري وهل كانت خطوة السيد العبادي الأخيرة في مجلس النواب حين قدم ظرفا مغلقا ما يحتوي من مجلس لا يحتوي على طلب موافقة على المرشحين قدم الظرف مجموعة أسماء بسير ذاتية وأعطاه للكتل السياسية ناقشوا لي هذه الأسماء والسير لا بمرسوم جمهوري لا بطلب مقدم من إلى مجلس النواب أكو قانونية لهذا الموضوع بالنهاية وين رايحين أيضا قانونية التغيير الدستور كيف سينسجم مع التغيير أم هناك محاولات فعلا لتجميد الدستور من خلال هذا الحراك السياسي المتشعب بالنهاية والمتداخل في جدل عميق وكبير تفضلوا بالبقاء بعد الفاصل نواصل. شكرا لتفضلكم البقاء مشاهدي ومستمعي المدى أرحب بالدكتور عبد الرحمن جلهم متخصص قانوني ضيف في الاستوديو أهلا ومرحبا بك دكتور. راح نناقش مدى قانونية التغيير الوزاري ودمج الوزارات مع بعضها مع وجود قانون لكل وزارة أيضا وسلم وظيفي لكل موظف في وزارة مدمجة أو غير مدمجة بالنهاية وأيضا نناقش مدى دستورية ما قام به السيد العبادي في جلسة مجلس النواب الأخيرة في 31 آذار المنصرم حين قدم لمجلس النواب ظرفا مغلقا
فارغ من المحتوى وأيضا فارغ من المرسوم الجمهوري، ما في طلب رسمي من السيد العبادي يتضمن بشكل تحريري من السادة النواب التصويت أو دراسة السير. قدم سيفيات فقط في الظرف المغلق، وفتح الظرف وتسربت للإعلام أسماء بعض المرشحين، واعتبر بعض الكتل أن هذا التسريب هو مرحلة أولية من مراحل استفزازها، وجعلهم يتحملون مسؤولية كاملة ومطلقة من السيد العبادي في هذا التغيير. أيضا راح أرحب بالسيد عبد المحسن سعدون راح ينضم لنا بعد قليل عبر الهاتف، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. خلينا نبدأ معك دكتور عبد الرحمن، دستوريا كيف نراقب التغيير أو الإصلاح؟ إحنا أكو تسلسل صار للإصلاح، سيد العبادي طرح مرة من المرات أنه يلغي مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، تذكرها جيدا هذه المواقف اللي أثارت زوبعة سياسية ضد الرجل، ضد السيد العبادي. ما مدى دستورية مثل هذا القرار؟ وأيضا ما مدى دستورية تقليص الوزارات ودمج الوزارات؟ فعلا هذا جوهر الإصلاح المنسجم مع الدستور والقانون؟ كل شيء أنه يعني حتى يكون واقعين طبعا، نعم. يعني بدون المجاملات القانونية أو السياسية، نحن الدستورية بالعراق، نعم، اتركنا جانبا حاليا، نعم، يعني اترك الدستور جانبا، خلينا نتحدث بالواقع العراقي، لان اصلا الدستور العراقي خلق عند ولادته واستمر الخلق به الى الوقت الحاضر، نعم. الـ 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 للاسف طبعا وللاسف الشديد انه السيد العبادي، احنا ما ننتقص من شخص الرجل، بس احنا نكون واقعيين، نتحدث عن اداء حكومي، نعم. بالفعل انه الشخص الوحيد منذ تاسيس الحكومات العراقيه، يعني من سنه 1917 عند بدايه تاسيس اول بدايه تاسيس الدوله العراقيه، ملامح للدوله، الى سنه 1923 الى 24 الى ان تاسست اول حكومه عراقيه، اول مره يصير اجماع شعبي مطلق من كل فئات المجتمع ومن كل القوميات على شخص انه غير او اعمل تغيير، واول مره المرجعيه الدينيه بالعراق تتفق مع المرجعيات الاخرى من الطوائف والمذاهب والطوائف والقوميات الاخرى بشكل مطلق. اولا هذا الظرف ما استغله، لو استغل هذه الحاله اولا تعطيه المجلس النواب، هذا الحال هسه حاليا ان يقدم ظرف المن تقدم المجلس النواب وشنو دستورية هذا الظرف الموجود، ما هي الأسماء مالته بعد الظرف بيده والأسماء مالته معلنة على القنوات الفضائية أو بين الأشخاص تتردد، هذا واحد. اثنين من اللحظة الدستورية، لا بس أمر مو هين تعطيل مجلس النواب دكتور، احنا نتحدث عن تعطيل إرادة مواطن، إرادة المواطن طلع بالشارع أخي، هذا يعني مو كل المواطن يعني بالنهاية لا طلع بالشارع، لا كل المواطن يعني إذا تقيس شوف يعني إذا تحسبها من لا هي تجربة يعني بدأت منذ عام 2004 على أساس التمثيل النسبي للمواطن، ليش ننقلب عليها هسه؟ ما أحسنت الكتل السياسية استخدام هذه التجربة النيابية، مو معناها نهاية الأمر، هذا مو نهاية المطاف. يعني هل أنهم ممثلي الشعب العراقي أرادوا التغيير فور ما قدم العبادي الناس الأكاديميين الموجودين حاليا بالأسماء الموجودة وبالكابينة الموجودة الوزارية اللي قدمها أو بالظرف المغلق نقول قدمها إلى مجلس النواب فورا انه حبهم للشعب العراقي صوتوا عليهم؟ لو بدت المراهنات السياسيه والمراهنات الماديه والمراهنات الاخرى زين. الجانبيه للاسف طبعا زين، يعني انت لا تحسب انسان يعني شخصا ما يعني يمثل مجموعه معينه لاغراضه الشخصيه، احنا بدنا نحكي على على على, على كابينه شعب، بدنا نحكي على مجموعه شعب اعتصام، مجموعه شعب انه ندد كل الشارع العراقي بكل طوائفه وبكل قومياته وبشكل مطلق زي. أراد تغيير تكنوقراط بعيد عن المحاصصة. طيب طبعا أصل دمار العراق هي المحاصصة، هذا هو معلوم واضح، أصل دمار، فأنت من تخلص من موضوع من أصل الدمار مالك بأي آليات؟ بأي آليات ألغيها؟ بالتفرد؟ أوكي ماكو مشكلة. طيب خلنا ننتقل لسيد عبد المحسن سعدون. أوكي. أيضا نشرك في حديثنا سيد عبد المحسن سعدون نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أو النائب عن الاتحاد الديمقراطي الكردستاني عفوا. سيد عبد المحسن لا اسمعنا، حياك الله. اسمعك اهلا وسهلا. ايه
انتم كيف راقبتم خطوات الاصلاح بشكلها المتسلسل، بدءا بتغيير او استبدال نواب او الغاء مناصب نواب رئيس الجمهوريه ونواب رئيس مجلس الوزراء، من ثم خطوه السيد العبادي مؤخرا اللي هي خطوه الانقاذ من مهله 31 اذار المحدده من الصدر بعد اعتصامه داخل المنطقه الخضراء. السيد العبادي قدم لكم مظروفا مغلقا ورمى المسؤوليه في ملعبكم. بالنهايه انتم ممثلي الشعب مسؤولون عن التغيير، هكذا ندرك من الرساله التي ظهرت من خطوه السيد العبادي. شكرا على الاتصال وشكرا لضيفك والاخوه المشاهدين. انا اعتقد الحركه الاصلاحيه او المطالبه بالاصلاحات بدت منذ اكثر من سنه. كان هناك مطالبات بالحكومه الكابينه الجديده التي كان يرأسها ولا زال الدكتور حيدر العبادي، وبدأ هو في خطوات وأرسل مشروع الإصلاح للبرلمان وتم التصويت على كثير من الطلبات اللي قدمها، منها إعفاء نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، دمج بعض الوزارات، الإصلاح وتقليل الرواتب وإصلاحات أخرى كانت في طريقها الى التطبيق. الا انه الحقيقه يعني لاول مره كما بين الضيف هناك احتجاجات واسعه جدا ابتدات في محافظات الجنوب والوسط وفي بغداد واستمرت يعني اكثر من 4 أشهر وتزداد هذه الاعتصامات لمطالبه باحاله ملف اخر من هذه الاصلاحات ومن اهم الاصلاحات هو ملف الفساد والفاسدين. هذه أيضا كانت من الطلبات المهمة للشارع العراقي بكل فئاته. هذه الاحتجاجات وهذه المطالبات توسعت وأصبحت وصلت إلى مرحلة الاعتصام، وكان هناك دور كبير للسيد مقتدى الصدر أيضا في هذا الموضوع الذي هو قاد الشارع العراقي للوصول إلى حالة الاعتصام. نحن في المراحل النهائية عندما كان يعني وافق سيد رئيس الوزراء بأن يبدأ بالإصلاحات ابتداء من الوزارة وانتهاء بالهيئات والوكالات، فكان شكل لجنة وطلب بطلبات غير واضحة من بعض الكتل بأن يقدموا مرشحين، والمهم ما حد قدم لمرشحين، وتم المجال ان يكون سيد رئيس الوزراء هو اللي قدم المقترحات. قدم الكابينه الوزاريه يوم الخميس الماضي وقال بانه انا دمجت الوزاره من 22 وزاره الى 16 وزاره، ويبقى وزير الدفاع والداخليه، وهذه اسماء بقيه الوزارات اللي هم 14 وزير على مجلس الوزراء للاطلاع على السيره الذاتيه ومن ثم اتخاذ القرار المناسب. فكان رئيس البرلمان قرر بانه خلال 10 أيام سوف يحسم هذا الموضوع. زين، هسه الان وين متجه الامور؟ عفوا على المقاطعه، عذرا على المقاطعه استاذ عبد المحسن، وين متجه الامور؟ تناقشون السيد العبادي؟ قعدتوا مع السيد العبادي انتم كقاده سياسيين كقوه سياسيه؟ الملامح تشير الى عدم انسجام شبه مطلق حول الكابينه الوزاريه اللي طرحها السيد العبادي في جلسه مجلس النواب يوم الخميس الماضي. بالنهايه وين متجه الامور؟ رفضنا الكابينه الوزاريه المقدمه من السيد العبادي، عدلنا عليها. هو السيد رئيس الوزراء كان له لقاءات مع قاده الكتل، كان لقاء في كربلاء، كان لقاءات مستمره، ولكن كل المطالب الشعبيه التي كانت وصلت الى يعني من ممكن اخر جمعه الى اكثر من 1,000,000 طالب بالتغيير، بعدم وجود مره ثانيه المحاصصه في الحكومات القادمه. فلذلك سيد رئيس الوزراء استجاب لهذا الطلب بانه يقدم حكومه هي مو حكومه تعتمد على التوجهات رؤساء الكتل او حكومه تعتمد على ان يكون من احزاب سياسيه، وانما هي حكومه من الكفاءات من التنقراط من الحكومات من المستقلين. فلذلك هو اجتهد على ضوء هذه
التوجهات الشعبية. تدرون أنتم بخطواته؟ الكابينة عندما اطلعنا عليها وفعلا يعني هم ناس يعني وزراء لهم سيرة ذاتية محترمة. الأمر الآن نحن بغض النظر يعني نحن إذا كنا نحن اللواء الإصلاح يجب أن نذهب بهذا الاتجاه، بأنه في حالة عدم رفض هيئة المساءلة هذه الأسماء وعدم شمولهم بالاستفسار والأدلة الجنائية وكل الجهات التي تم الاستفسار عن سيرة ذاتية، يبقى الموضوع بأنه سيد رئيس البرلمان وعد الشعب العراقي بأنه خلال 10 أيام سوف يحسم هذا الموضوع. هذا الموضوع الآن يطرح على مجلس النواب، ومجلس النواب بعد ما هو اطلع على السيرة الذاتية للوزراء هو اللي قرر ويصوت لهذه الوزارة. هذا من الناحية اللي حصل خلال هذه الفترة. من الناحية القانونية والدستورية، الدستور واضح في المادة 78 يعني أعطى المجال وأعطى الحق لرئيس الوزراء باعتبار هو المسؤول التنفيذي الأول، واضح ومن حقه أن يقدم إلى مجلس النواب بتغيير الكابينة الوزارية فعلا. لكن ما حصل يعني ما نراقبه يعني العكس. عفوا عذرا عن المقاطعة سيد عبد المحسن، ما نراقبه هو العكس، أن البرلمان الآن هو بوصفة برلمان رقابي تشريعي يمرر الحكومة بالأغلبية. الآن طرحت أمام السيفيات كأن الحالة انقلبت الآن، وظيفة الحكومة المسؤولة عن تقديم المرشحين وتكليف الكابينة الوزارية الآن موجودة هذه الوظيفة لدى مجلس النواب، والسيد العبادي ينتظر دور مجلس النواب في تأليف كابينة الوزارية. راح نطرح هذا السؤال ونحلله ونتابعه، لكن بعد أن نشاهد استطلاع عن رغبة جهات ثقافية ومدى قناعة المتخصصين في المجال القانوني بخطوة السيد العبادي في التقليص الوزاري ودمج بعض الوزارات، وهل يعد هذا إصلاحا صائب أو غير صائب؟ هذا ما سنتابعه في تقرير زميلنا سرمد القيسي، تفضلوا بالبقاء. مجلس النواب ألقى المسؤولية علي وأنا أشكر ثقتهم العالية في هذا الموضوع. قرارات دمج الوزارات التي صدرت من مجلس الوزراء العراقي بعد موجة التظاهرات التي اجتاحت البلاد منذ عدة شهور كخطوة من خطوات حزم الإصلاح التي طرحها العبادي، تركت خلفها الكثير من الجدل حول قانونية ودستورية مثل هذه القرارات والمقترحات التي صدرت من غير مسوغ قانوني. لكن المختصين بالشأن القانوني بيّنوا أن الدستور لم يحدد عدد الوزارات، وترك الأمر ضمن حدود صلاحيات رئيس مجلس الوزراء. التشريعات الموجودة لم يرد بها نص يحدد عدد الوزارات، كم هي عدد 10 20 100 200؟ في كل تاريخنا الدستور العراقي باستثناء الفترة من 1921 إلى 1941 كان الدستور الملكي ينص صراحة على أن عدد الوزارات 7، بما أنه لا يوجد نص بالدستور يحدد عدد الوزارات، ولا يوجد نص في نظام الداخلي مجلس النواب يحدد، ولا يوجد نص في نظام مجلس الوزراء اللي صدر النظام رقم 8 لسنة 2014 قبل سنة وشوية. إذن فالسلطة متروكة لتقدير رئيس وزراء لدمج الوزارات، لإلغاء الوزارات، لتحديد عدد الوزارات. موجة التظاهرات والاعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء التي انتهت قبل أيام جعلت العبادي يقدم كابينة وزارية جديدة، كان من ضمنها اقتراح العبادي دمج وزارة الثقافة بوزارة الشباب والرياضة بعد أن أدمجت الأولى في حزم الإصلاحات السابقة بوزارة السياحة والآثار لتصبح الوزارات الثلاثة وزارة واحدة، لكن تفاصيل دمجها وآلية إدارتها ما زالت مبهمة للمراقبين. ومهمة وزارة الشباب أكبر من هذه بما يخص بالشباب، لا تخص قطاع كبير من الدولة ولا تخص العناصر الأخرى. يعني الشباب مثلا الجانب الرياضي ما يهم من يتخطون الشباب من الرجال والنساء بالحقيقة، ولكن الثقافة تهم الجميع، يجب أن تثقف الجميع أنت. ولذلك أجد أن الربط بين هذين الوزارتين غير منطقي،
وبحاجة إلى تعديل. الآن على ضوء هذا الدمج راح تكون 3 مهام محصورة في يد وزير واحد: وزارة الثقافة، وزارة السياحة، وزارة الشباب. تصير وزارة الثقافة والشباب، يعني 3 مهام وزارية تنحصر في يد وزير واحد، وهذا أعتقد راح يكون بإجحاف لي الوزارات المدموجة. لجان برلمانية عديدة ووفق تصريحات أدلت بها إلى وسائل الإعلام أبدت قلقا وامتعاضا من مقترح دمج الثقافة بالشباب والرياضة، معللين الأسباب بعدم وجود صلة في اختصاص كل وزارة بالوزارة المدمجة، الأمر الذي يسبب إرباكا إداريا وفنيا واضحا لعمل وإنتاجية الوزارات المدمجة. من بغداد، سرمد القيسي، المدى. شكرا سرمد القيسي على هذا التقرير. بالنهاية احنا استمعنا إلى رأي متخصص في القانون، استمعنا إلى رأي مثقفين. بالنهاية تدمج الوزارة، يعنون هنا ندمج وزارة الشباب والرياضة بوزارة الثقافة. هنا خلنا نتحدث عن السند القانوني اللي اعتمد عليه السيد العبادي في اتخاذ مثل هذه الخطوات: دمج وزارات، إلغاء وزارات، إلغاء مناصب. فعلا السيد العبادي يتعامل مع الموضوع بشكل قانوني، لو تجاوز سقف القانون هنا حسب مراقبتك. هو أصلا يعني إنه يعني إذا نتحدث من ناحية القانونية أو من ناحية الدستورية وبشكل كامل ومطلق، يعني على أي أساس استند على تقديم هذه الأسماء؟ على أي أساس استند على تقديم هذا الظرف؟ هل هو الإرادة الشعبية؟ إذا الإرادة الشعبية ما تحتاج إنها توديها لمجلس النواب. أنت خلص اختارت الكابينة الوزارية مالتك، هاي الكابينة الوزارية مالتي راح أقود الحكومة بهالطريقة. هاي الحالة الحقيقية بالتغيير والإصلاح الحقيقي. هذا انقلاب، هذا انقلاب. أبداً مو انقلاب، أبداً مو انقلاب. تجاوز البرلمان أمر مو هين يعني، ليش ليش تصر عليها؟ لا أنا مو شوف، إذا كان البرلمان يمثل الشعب وبشكل مطلق وبشكل كامل وبكل الأساسيات مالته ومع التغيير حسب ما يدعون، فأوكي ماكو مشكلة. يا رئيس الوزراء قدمت هذا الظرف المغلق مالتك، إحنا موافقين عليه، قود الحكومة لمدة سنة على أساس ما اخترت أنت. أي مؤسسة أي إن كانت بالعالم، إذا مو شخص مدير المؤسسة أو رئيس المؤسسة، مو دولة، رئيس المؤسسة أما يختار الكادر مالته بالشكل الدقيق الصحيح اللي يعرف انه راح يقود هاي المؤسسة بشكل صحيح، يستحيل ان ينجح بها. اعطيه مهلة، ماكو مشكلة، وافق له على الموضوع. لو ماكو كانت مطامع اخرى وامور اخرى والغايات الاساسية وتعطيل الحكومة. طيب اكو قضايا ما تحتاج عودة للبرلمان، اكو قضايا مكافحة الفساد، تقديم الفاسدين الى المؤسسة القضائية، محاربة الفساد في المؤسسات الحكومية، هذه يحتاج لها عودة للبرلمان. ومسألة عودة هذا البرلمان هم يعطلها، هذه وظيفة الحكومة. أي وظيفة الحكومة؟ هيئة النزاهة، هيئة النزاهة اللي كانت هيئة مستقلة يفترض وتمارس دورها بشكل مستقل. ليش احنا في خطوة نعتقد انها خطوة إصلاحية يفترض ان يقدم عليها السيد العبادي في تحرير هذه الهيئة المستقلة من المزايا السياسي، يجي ويكرس لنا اسم شخص آخر منتمي للدعوة او منتمي لائتلاف ذوي القانون ويضع على رأس هاي الهيئة؟ هذه هم إشكالات، يعني الكتل الأخرى هم محقة في هذا الجانب، هم من تنظر للسيد العبادي وتتركه لوحده أن يتصرف، ما تضمن أنه ولاء ما راح يكون بالنهاية محرر من حزب الدعوة وإتلاف ذوي القانون. أولا يعني قبل كل شيء طبعا يعني حتى نكون واقعيين، يعني أولا الدكتور حسن الياسري رئيس هيئة النزاهة، أنا كرجل أعرفه شخصيا وأكاديمي معي، يعني مو هسه يعني بس احنا ما جاي نقدح شخصيا. لا 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 مو شخصيا، كرئيس هيئه نظام احنا نقولنا انه من حزب الدعوه. هذا مثال ضربنا؟ ايه مثال ضربنا. رجل اكاديمي ودخل في هذا المجال السياسي، ما محسوب على جهه معينه او محسوب لجهه معينه او انحسب بالوقت الحاضر لجهه معينه، هذا الحال مالته. هو اكو حاله قانونيه هي تطبق. انت اذا الاصل الاصل يعني ما بني على باطل، احنا عندنا نص بالقانون ما بني على باطل فهو باطل. زين اذا هو انت اصلا انت عندك الوزير الموجود وليدير المؤسسه، انت كرئيس سلطه تنفيذيه ما راضي على الاداء مالته من ناحيتين، ناحيه الفساد وناحيه
الإدارة العملية للمؤسسة. نعم. ولا راضي على الوكيل. طيب. ولا على المدير العام. فأنت من قدمت أنا أرجع لك المكان أساسي ورئيسي. أنه أي مؤسسة أي إن كان نوعها، إن كانت دولة أو كانت مؤسسة صغيرة، إذا مو رئيس الكابينة الأساسية أو مدير المؤسسة أن يختار الكادر مالته بشكل دقيق وحقيقي ويقدم على إدارة هذه لازم سيدي العباس لازم أنا لازم البرلمان أول ما قدم الكابينة عمل البرلمان لازم هسه أي طبعا هسه إذا الأسماء واسعة لا 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 رئيس جامعة الكوفة السيد الصدق الأسماء الأكاديميين أخي أنت تكون واقعيين أنا أكاديمي دا أحكي لك كل معروفهم يعني تكون واقعيين يا أخي أنت غير تكون منصفين لا هو أنت أطرح أسئلة بالنهاية الجدلية متعلقة أنا حتى أقول لك يعني رئيس جامعة الكوفة هل يروح للمسائلة والعدالة على أي أساس يروح للمسائلة هو رئيس جامعة أكاديمي الرجال أنت هل كان بس هذه هذه قنوات قانونية قنوات قانونية أنت عندك تغيير شارع يده يغلي الفساد موجود تغير بالانقلاب الفساد موجود تغير بالانقلاب على الفقر موجود المؤسسات متوقفة مؤسسات دولة متوقفة أخي مؤسسات بس اسمح لي أخي تفضل يعني الله يخليك خليني أحكي كل مؤسسات الدولة متوقفة بشكل كامل ومشلولة بشكل كامل صار كذا سنة وراح تنصلح بهالطريقة طبعا انت يعني انت حاليا من اختارات هاي الكابينة المزرية ماكو مشكلة مجلس النواب اذا كان مجلس نواب حقيقي ويمثل الشعب العراقي بشكل حقيقي جدي بدون مطامع شخصية وبدون ارتباطات خارجية حتى شكاش بصريح عبارة وبدون ارتباطات خارجية يقول له يا رئيس الوزراء بناء على الرغبة الشعبية الناس اللي انتخبونه وصوتوا علينا بشكل مطلق احنا موافقين بشكل كامل هذا الظرف المغلق مالتك وروح دير الكابينه الوزاريه مالتك بشكل كامل اخي من هسه بدات البيع والشراء المناصب الوزاريه بعد ما الرجل ما قدم الظرف مالته سيد عبد المحسن السعدون تسمعنا مو سمعت الكلام الدكتور عبد الرحمن سمعت كلام الدكتور عبد الرحمن شو حيل ما منسجم دكتور عبد الرحمن يقول ما دام موجود مجلس النواب يعني اسمح لي انه ترجم موقفك ما دام موجود مجلس النواب ينبغي تعطيل هذا المجلس لكي يظفر السيد العبادي في تشكيل حكومة كفاءات ومستقلين هل هذا الكلام تعتبره كلام ينسجم مع قواعد العمل السياسي في العراق وبالتالي هو كلام له دلالات حقيقية له ما يدعو إلى تحفيزه وأن يكون ضمن الإصلاح القادم لو تعترض على هذا الموقف بالنهاية يعني هي المسار اللي حصل بعد التغيير بناء مؤسسات دستورية عندما صوت الشعب العراقي على دستور دائم لأول مرة نعم. وتشكلت حكومات دائمية مو حكومات انتقالية ولا مؤقتة أصبح يعني مجلس النواب والمؤسسات الأخرى التابعة لها من الناحية القانونية هي تحافظ على الحكم الوضع الدستوري في العراق باعتبار دولة اتحادية نيابية كل أربع سنوات تحصل فيها انتخابات وعلى ضوء الاستحقاقات الانتخابية تشكل الحكومة ولكن نحن في طيلة هذه الفترة بعد التغيير كان تشكيل الحكومة بصورة توافقية وليس على نتائج الانتخابات وإنما كانت ليس هناك حكومة تحكم هناك معارضة وإنما حصل توافق رئيس جمهورية كنتي رئيس وزراء شيعي رئيس برلمان كنتي وبقت هذه الحالة ولو ما مشار إليها بالدستور هذه الحالة أصبحت تسمى المحاصصة وبنت مؤسسات الدولة الوظيفية بالمحاصصة وهذا كان الخطأ الفاضح اللي الآن أصبح وصلنا إلى مرحلة لا ممكن استمرار به لذلك انت يعني الشعر الشعب بأنه هناك يعني هناك تعدي على حقوق الشعب وهناك عدم المساواة والعدالة في تطبيق أو توزيع الوظائف في الوزارات فأصبح الآن الكل مطالب والباب أولى مثل ما قال الضيف الكريم مجلس الوزراء هو المفهوم مجلس النواب اللي يمثل الشعب أن هو اللي يوضح الأمور أكثر لا البرلمان يمتلك إرادة حرة البرلمان الحالي البرلمان النائب العراقي هو محرر من قيود كتلته السياسية في وضع مثل هذا الوضع اللي نمر به
يعني بالنهاية هو يستطيع النائب بمفرده بقناعاته الشخصية أن يصوت على كابينة وزارية مقترحة من السيد العبادي؟ لو فعلا هو مكبل مقيد هذا النائب برغبة القادة السياسيين وقناعاتهم. أنا أوضح لك شيء واضح جدا. أكثر من 70% أنا أستطيع أن أعزم في داخل مجلس النواب من أعضاء مجلس النواب لهم القناعة الكاملة. نعم. لأن وصلنا إلى مرحلة لابد من التغيير. والكل يطالب. أنت لا تسمع هذه اللجان التي يعني اطلعت على السيرة الذاتية. هذه اللجان ما تعتبر، هذه اللجان الحق أن تطلع، ولكن مجلس النواب عندما يجلسون هم اللي يقررون هذه الكابينة. أنا ما أقول لك الـ14 وزير كلهم يعني يجب أن يصوت عليه، لربما المرحلة الأولى يصوت على 9 على 10 ويبقى الباقين الذين مثلا واحد قدم استقالة والآخر لربما عليه مؤشرات صحيحة من الدوائر المعنية، ولكن هي تعديل دستوري ليس فيها اجتهاد آخر. محكمة اتحادية أيدت، رئيس الوزراء قدم، نفترض يوم الأحد تنتهي 10 أيام، يوم الاثنين تكون الجلسة حتى تكون ضمن المدة التسريعية اللي صوت عليها مجلس النواب 10 أيام، يصير اجتماع ويأتي رئيس الوزراء ويقدم طلب بتغيير الوزارات التي يتم التصويت عليها ويتم التصويت على الوزارة واضح. التي هو يقدمها أو التي هي مقدمة. واضح الموقف. هذا الموضوع ليس بمشكلة كبيرة يا أخي. المحكمة الاتحادية موجودة في الجهة التي تريد أن تطعن. الجهات الرقابية موجودة، مجلس الوزراء تراقب أي وزير يقدر بعد 10 أيام إذا تبين هذا الوزير مثل ما يدعون الآخرين فعلا لا يصلح يغير هذا الوزير، لا معنى تعاقب حالة جنود. السيد عبد المحسن، السيد عبد المحسن السعدون نائب عن حزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا لك على كرم الاتصال ومتابعة ملف الإصلاح في حلقة برنامج ناس وحكومة لهذا اليوم. اسمح لي دكتور عبد الرحمن أن ننتقل إلى استطلاع للرأي العام بالنهاية، رغبة الشارع العراقي حول الإصلاحات ومن مسوف الإصلاح بحسب وجهة نظرهم. فاستطلاع زميل نصر مدى قيسي. الثقافة والسياحة والرياضة تقدر تقول لي شنو وجه التشابه بيناتهم؟ شنو؟ ماكو. ثانيا هو الشيء اللي حيصير وحيجيبون واحد نفس الملة نفس الجهة، هم اللي كانوا عندهم علاقة ويا الثقافة وهي شيء اللي حيصير، بس كل ما هنالك راتب الوزير، وهو وين حيروح الوزير؟ حيروح مجلس النواب حياخذ راتب اكثر. زين شنو انت شنو الاصلاح صار؟ شنو الاصلاح صار؟ ماكو. اولا دمج الوزارات مهزله تاريخيه، ثانيا التقليل شكل والدمج شكل، وانا ما اعتب على رئيس الوزراء بما اعتب على اللجنه الاستشاريه الجاهله جدا لما اعطته هذا المقترح بدمج الوزارات، ولهذا الدوله العراقيه دا تتخبط. عملية دمج الوزارات هي عملية تخبط، عملية تخبط تخبط. فليخجل الذين اقترحوا هذه العملية. بالنسبة للدمج يعني فالشغلة هاي يعني مو صحيحة، يعني أنت تخلي مدير عام على وزارتين، شلون هذا راح يقود الوزارة المصانع؟ شلون يعرف حال الموظف ايش بيه ما بيه؟ فشغله هي مثل ما اقول شغله تعبانه، يعني اذا الى يجي مدير عام ويا مثلا بال30 هاي جوا العباه، تروح لغيره جوا 20، يعني من تحكي؟ يعني هذا عجن شيء ترى مثل ما اقول يعني شو عاد شلون مخزن ويطلع من الخزن ماله؟ لا ينسمع ولا حد بحاله. هناك وزارات دمجها كان لمصلحه الشعب، اما اكو هناك دمج صار عشوائي من ضمنها وزارة الشباب مع الثقافة، ماكو ترابط، ماكو يعني مواضيع مشابهة مع بعض، ولهذا اكو تخبط بالدمج الوزارات. يا
يعني بالنهايه واضح موقف المواطنين، يعني يعتقدون انه اكو تسويف للاصلاح ودمج الوزارات هو مو معيار ولا جوهر الاصلاح، وحتى التعديل الوزاري هو مو جوهر الاصلاح. شنو جوهر الاصلاح بنظرك؟ هو احنا نقول تغيير، يعني كلمه تغيير يعني تحيير، يعني تغيير حاله من حاله الى حاله اخرى. زين، قلت لك اني بالاصل انه لو كان اكو جديه بالتغيير فعليا لمجلس النواب ومطلقه وحقيقيه باعتبارهم ممثلين الشعب العراقي طبعا، وعلى الاحتجاجات الموجوده اللي صارها تقريبا سنه وثمان اشهر، زين، يعني القسم قال اربعة اشهر او لا سنه وثمان اشهر في ساحه التحرير، نعم، الى يومنا هذا، الى اخر شيء الاعتصامات الموجوده. اذا الشارع العراقي كله ده يطلب التغيير. لما انه رئيس الوزراء وبكل التخويل العام قدم التغيير مالته هنا على اعضاء مجلس النواب من الناحيتين، من الناحيه الدستوريه ومن الناحيه القانونيه ومن الناحيه الاخلاقيه امام الغيلان الشعب اللي شعبهم، ان يوافق على الكابينه الوزاريه مالته. يا رئيس وزراء، انت رئيس السلطه، ماكو نص بالدستور يقول رئيس وزراء انه لازم تختار من فلان كتله وتختار من فلان كتله وتجيب لنا اياها وبعدين نوافق عليها وبعدين نفلتره كذا. هنا النص الدستوري واضح، الكتله الفائزه بالانتخابات اي ما عرض كابينه للتصويت. شوف بالجلسه الاخيره السيد العبادي ما عرض كابينه للتصويت، عرض اسماء وسيفيات وظرف مغلق وشمره على البرلمان وقال لهم هاكم انتم قرروا مصيره. معناه حتى السيد العبادي هو يريد ان يطبق هذا مفهوم المحاصصه، هو الرجل يشكو من المحاصصه وهو من يحرض على المحاصصه في خطواته. مو عرض الكابينه، اكو شيء ماشي، اكو تناقض في سلوك الرجل. ما حد راح يعترف بالتغيير مالته، هل انه يقدر وزير هسه حاليا زين. حتى العبادي حاليا اي وزير هسه من الوزراء الموجودين بوقت الحاضر هسه هو غير الوزراء وقدم المقترح مالته وقدم الظرف المغلق مالته هسه حاليا بالوقت الحاضر اذا ما يصوت مجلس النواب طبعا هي هاي العقبه الاكبر للشعب العراقي. اذا ما صوت يقدم استقالته السيد العبادي؟ المفترض لو كان شجاع لو كان شجاع واكرر المره الالف انه لو كان شجاع لو كان الشيوع مو هسه وقت البرنامج مو هسه بس اسمح لي هاي لو كان الشيوع مو هسه لما اعطي التخويل المطلق للشعب المطلق زين لقدم ما قدم زين وعمل ما عمل. طيب بس انه حاليا كل التسليم ماضي. الوقت انتهى. دكتور عبد الرحمن جلهم متخصص قانوني كان معنا ايضا عبر الهاتف من بغداد. السيد عبد المحسن سعدون نائب عن حزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا لكم. وشكرا لكم مشاهدي مستمعي المدى على حسن متابعتي والإصغاء. تقبلوا تحياتي أنا في الإعداد والتقديم حامد سيد، وتحيات فريق العمل إليكم دائما. التقيكم يوم الأحد المقبل بإذن الله تعالى، إن بقينا وبقية الحياة في أمان الله.